الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا أصدقائنا في ساعة جديدة وحلقة جديدة مليئة بالمتعة والفائدة والفرح وكل المرح وياكم في برنامج ساعة مرح. احنا كنا معاكم طبعا من بداية الأسبوع، من يوم الأحد لين اليوم الخميس، من الساعة 4 لين الساعة 5 ننتظركم أكيد اليوم، وننتظر اتصالاتكم معانا على الرقم 4-4-3-3-3-4-4-4. أسبوع كان مليء بالمواضيع، كان مليء بالأشياء الجميلة والمفيدة اللي سويناها طبعا أنا وأكيد معاي حصة رحبي في أصدقائنا. يلا أهلا وسهلا بأصدقائي في حلقة جديدة من ساعة مرح، ولا تنسوا أن ترسلوا صوركم وفيديوهاتكم ومواهبكم على نفس الرقم 4-4-3-3-3-4-4-4. يا سلام حصة، أنا قلت حق أصدقائنا أن احنا هذا الأسبوع سوينا الكثير من الأشياء وتعلمنا الكثير من الأشياء، والأسبوع صراحة مر بسرعة، صحيح حصة؟ أكيد ما حسينا صحيح. يعني أمس قبل كم يوم كنا نتكلم يوم الأحد واليوم الخميس، وأكيد أصدقائنا كانوا معانا خلال هذا الأسبوع، اتصلوا علينا، شاركوا معانا، أرسلوا لنا صورهم وانضموا معانا أكيد لنادي ساعة مرح، هذا النادي اللي يكبر ويكبر ويكبر من خلال تواجد أصدقائنا فيه، صح؟ صحيح. زين يا حصة، أنا الحين أبي أعرف احنا سوينا اشياء وايد هالاسبوع، قولي لي يلا ذكريني بالاشياء اللي سويناها. شنو استفدتي هالاسبوع؟ صحيح تعلمت الكثير يا عبد الله، تعلمت ان اقوم بتنظيف المكان عندما انتهي منه، مثل الحديقه، البحر، حتى في المنزل. حلو. يعني اذا رحنا مثلا البحر او رحنا حديقه، بعد ما نخلص نستانس ونلعب وناكل ونسوي كل شيء، شنو نسوي؟ ننظف المكان، صح؟ صحيح، ونضع النفايات في القمامة. حلو، نترك المكان مثل ما كان أو أنظف من ما كان، صح؟ صحيح. وأكيد النظافة دائماً من الإيمان، وإحنا تكلمنا يا حصة أن لازم النفايات اللي نخلص منها ناخذها ونرميها في سلة المهملات، ما يصير مثلا إذا رحنا البحر أو رحنا الشاطئ يصير نرمي العلب البلاستيكية يحصها على الشاطئ؟ أكيد لا. زين شنو ممكن يصير إذا رمينا النفايات البلاستيكية في البحر؟ لأن الحيوانات البحرية ستموت بأعداد هائلة. يا سلام، يعني في إحصائية تقول أن كل سنة تقريبا يموت كم؟ مليون كائن بحري بسبب رمي النفايات في البحر. فحصة قالت خلاص ما راح أرمي شيء، وأكيد دائماً بنظف مكاني، سواء رحت البحر، سواء حديقة، سواء كنت في البيت، دائماً المكان لازم يكون مرتب ونظيف، صحيح حصة؟ أكيد يا سلام عليك. زين وبعد شنو تعلمتي هالأسبوع؟ وتعلمت أيضاً بأن أخصص بعض الوقت في يومي للقراءة. حلو، القراءة جداً مهمة يا حصة. صحيح. ودائماً أنا أجيب لك كتب وأجيب لك أمور عشان تقرينها، صح؟ صحيح. يعني أنت خلصتي وايد كتب ما شاء الله عليها حصة، كل يوم تقرأ مخصصة وقت للقراءة، طبعاً القراءة تنمي أشياء وايد، صحيح حصة؟ صحيح. وأكيد بعد قررتي أن تكتبين، ترى أنا ناطر القصة للحين اللي قاعد تكتبينها. صحيح، وأنا أيضاً لم أنتهي بعد يا عبد الله. يلا يا حصة. زين وبعد شنو تعلمتي؟ وتعلمت لم أتعلم، أريد أن أنصح أصدقائي. بشنو؟ يجب على جميع الأطفال أن يقوموا بأخذ المطعوم الموسمي للإنفلونزا. حلو، لازم يأخذون التطعيم، صح ولا لا يا حصة؟ يأخذون التطعيم مثل ما حصة أمس خذت التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا. دائما نقول حق أصدقائنا روحوا واخذوا هذا التطعيم اللي راح يحميكم إن شاء الله من الإنفلونزا، ومتوفر يا حصة وبشكل مجاني بعد، صح؟ صحيح. بس هذا التطعيم، هل هذا التطعيم يا حصة يقول خلاص أنا بطلع من البيت بدون ما ألبس كمام وما راح أحافظ على المسافة وراح أسلم على الناس، هل عادي يا حصة؟ لا أكيد لا. زين، يعني هل التطعيم هذا ما راح يجيب لك الكورونا؟ لا، يعني يجب أن أخذ جميع الاحتياطات يا عبد الله. يا سلام، يعني حتى لو خذينا هذا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مش معناته أنه خلاص ما راح تجينا الكورونا. الكورونا يا حصة للأسف للحين موجودة
ودائما احنا يوم نطلع من البيت لازم ناخذ الاجراءات الاحترازيه، ناخذ معنا الكمام وناخذ معنا معقم واكيد اذا رحنا اي مكان لازم نغسل ايدنا ونحاول ما نمسك الاسطح يا حصه وما نسلم على حد، صح؟ صحيح ونحافظ على المسافه البعيده. صح عليك يا حصه، نحافظ على المسافه لان اذا احنا ما انتبهنا وما حافظنا على المسافه ممكن ترجع الكورونا بشكل اكبر وتزيد الاعداد اكثر واكثر واكثر، فدائما احنا نحاسب ودائما نكون او ناخذ التطعيم ضد الانفلونزا الموسميه ونحافظ ايضا على المسافه والامور الثانيه، صحيح حصه؟ اكيد يا صحيح. يا سلام عليك، يعني هالاسبوع تعلمتي اشياء جديده ودائما راح تطبقينها بحياتك، صح؟ اكيد. والحين بما ان سمعنا رنه الاتصال اليوم الخميس ونشوف منو اول متصل معانا في حلقه اليوم، يلا يا حصه خذي الاتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا، من معي؟ جنان. اهلا يا جنان. جنان كم عمرك؟ 4 سنوات. 4 سنوات حقا، وماذا تريدين ان تصبحي عندما تكبري؟ معلمة. ماذا؟ الرياضيات. يبدو أنك تحبين الأرقام، هل تعرفين أن تعيدي من رقم 1 إلى 10؟ نعم. هيا اسمعيني. 1 2 3 4. يا سلام. 6 7 8 9 10. يا سلام. أحسنتي. يا سلام عليك يا جنان، ما شاء الله حتى اسمها حلو، صحيح حصة؟ صحيح. ما شاء الله اسمك حلو يا جنان، إن شاء الله تكبرين وتصيرين معلمة رياضيات. إنزين يا جنان، قولي لي إذا طلعتي من البيت شنو تأخذين معاك؟ كمام ومعقم. يا سلام. أحسنتي. كمام ومعقم، ما شاء الله عليك. زين، إذا مثلا شفتي حد في الشارع أو شفتي صديقة لك تسلمين عليها بيدك؟ من بعيد. يا صحيح. سلام، ما شاء الله عليها جنان. إنزين يا جنان، قولي لنا شنو الأشياء اللي تعلمتيها وانتي قاعدة في البيت؟ الرسم. الله، حقا. هل تشاهدين فقرة الرسم لدينا؟ نعم. يا سلام. إنزين، تقدرين ترسمين حصة يا جنان؟ آه. يا سلام، هكذا. إنزين، لازم ترسمينها وترسلين لنا يا جنان، إنزين؟ إن شاء الله. إن شاء الله، خلاص إحنا ننتظر رسمتك يا جنان، ترسمين حصة وتوقفين جنب الصورة وتصورين وترسلين لنا، إنزين؟ أوكي. إن شاء الله يا جنان. جنان، قولي لنا بعد غير الرسم شنو الأشياء اللي أنت تبين تتعلمينها؟ ما طبختي؟ لا. إنزين، لازم تتعلمين الطبخ بعد يا جنان. من واحد لمية. إنزين، هذه الأرقام اللي تعرفت عندهم جنان. ما شاء الله عليك يا جنان، تعرفين تعدين من 1 لـ100؟ لا، أبي أتعلم. تبين تتعلمين، زين إن شاء الله. أنت اليوم عديتي لنا لين 10 وأكيد إن شاء الله راح تتعلمين توصلين لين 100، بعدين تتصلين علينا وتسمعيننا يا جنان، زين؟ أوكي. إن شاء الله، زين يا جنان، يلا شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي سمعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. من الجنون والناس. من الجنة والناس، ما شاء الله عليك يا جنان. قراءة جميلة وصوت جميل، إن شاء الله تكبرين وتحفظين القرآن كامل، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، يلا يا جنان الحين
حصة بما أن هي أول اتصال معانا صحيح. أنا حاب أني ألعبها لعبة حقا؟ إيه أنا بلعبك لعبة من اختياري. زين يا جنان؟ أوكي أوكي، بعطيك لعبة حلوة وسهلة، بعطيك لعبة الحروف، وأكيد راح تعطينا اسم ولد وبنت وجماد وحيوان بالحرف اللي راح يختاره لك الكمبيوتر. يلا نشوف الحرف مع بعض. الكمبيوتر راح يختار لك حرف بشكل عشوائي، وأكيد الحرف سهل، هو حرف الزاي. حرف الزاي، يلا يا جنان عطينا اسم ولد وبنت وجماد وحيوان بحرف الزاي. بدأ الوقت. سعيد. ها؟ اسم ولد سعيد. سعيد. زيد. زيد. زين حلو. اسم بنت. زينب. زينب. حلو. جماد. زرافة. حيوان حلو. جماد. جماد زينة مثلا. زينة تقولين ولا تقولين زر. ها شنو تبين؟ يلا اعطيك الاختيار، تبين زرار ولا زينة؟ زينة. زينة حلو. زينة أكيد قالت زيد وزينب وزينة وزرافة، وإجابتك يا جنان أول اتصال معانا اليوم لازم تفوزين. وشنو إجابتها يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا جنان، شكراً على اتصالك، ما شاء الله عليها عمرها 4 سنوات بس فاهمة وتتكلم، وعدت لنا من 1 لين 10 يا حصة. صحيح، رائعة. إن شاء الله تتصل مرة ثانية وتعلمنا وتسمعنا من 10 لين 100 إن شاء الله. والحين يا حصة عندنا فكرة جديدة اليوم الخميس، أصدقائنا وهم قاعدين في البيت اليوم الخميس والجمعة والسبت نهاية هذا الأسبوع لازم يسوون فكرة من الأفكار اللي إحنا عرضناها لهم، واليوم عندنا لكم فكرة جديدة، تبين تشوفينها يا حصة؟ أكيد أكيد أكيد، هيا يلا نشوف فكرة اليوم ونرجع بعدها في ساعة مرح. السلام عليكم، معكم الجهرة محمد الكواري، اليوم عندي فكرة تابعوني. إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة، مع السلامة.
شكرا للجوهرة على هذه الفكرة الجميلة جدا جدا جدا. وحصة قاعدين في البيت اليوم إن شاء الله راح نسوي رياضة بعد الحلقة صح؟ أكيد لازم اليوم الخميس. اليوم الخميس وبعد الرياضة بنسوي هذه الفكرة الجميلة اللي سوتها لنا الجوهرة وأكيد سهلة صح يا حصة؟ سهلة جدا. بس إحنا شفنا الجوهرة تستعمل المقص تستعمل الإبرة دائما أكيد كان في حد كبير معاها ودائما حصة أنا وأنت الحين يوم نقعد ونسوي شيء لازم يكون في حد كبير معاك يا حصة على أساس إنه ما تعورين نفسك وما تجرحين نفسك لأن هذه الأشياء حادة ما يصير الصغار يستعملونها صح؟ صحيح. يا سلام على حصة يعطيك العافية وأكيد أصدقائنا إحنا مكملين وياكم في ساعة مرح ولكن بعد هذا الفاصل. مرحب فيكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل وما زلنا مستمرين معاكم في ساعة مرحنا أكيد وياكم من يوم الأحد لين يوم الخميس ننتظركم وننتظر مشاركاتكم على أي رقم يا حصة؟ على رقم 44-333-444 أكيد كل أصدقائنا بيتصلون علينا ويشاركون معانا واليوم يا حصة احنا نبي نشوف أصدقائنا صح؟ شنو يبون يسوون خلال نهاية هذا الأسبوع؟ شنو سووا خلال الأسبوع هذا؟ أكيد أصدقائنا سووا الكثير من الأشياء وراح إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع بيطلعون ويتمشون بس نذكر أن دائماً تأخذون الإجراءات الاحترازية على أساس أن تحمون نفسكم إن شاء الله صح ولا يا حصة؟ أكيد. يعني أنت إذا طلعتي من البيت شنو بتأخذين معاك؟ أرتدي الكمامة والقفازات والمعقم دائماً معي. حلو. وإذا رحتي مثلاً إلى مكان وتغسلتي يدك كم ثانية؟ 20 ثانية. يا سلام عليك. وأكيد أصدقائنا نقول لكم أقل شيء 20 ثانية تغسلون يدكم على أساس أنه تحمون نفسكم من الفيروسات وإذا رحتوا مكان مثلاً ما تمسكون أي شيء إذا شيء مو محتاجينه ما تمسكونه وبعد مثلاً يا حصة مسكتي شيء من الأشياء رحتي مجمع ومسكتي شيء من الأشياء أو سطح من الأسطح تحطين يدك على وجهك ولا لا؟ أكيد لا. إي لازم بعد ما تمسكين شيء شنو تسوين تروحين تغسلين يدك صح؟ صحيح أو أعقم يدي. يا سلام عليك وأكيد أصدقائنا كلهم منتبهين على نفسهم وراح يحافظون على صحتهم ودائما دائما إن شاء الله يحافظون على المسافة بينهم وبين الناس اللي راح يشوفونهم إن شاء الله ومستمرين معاكم في ساعة مرح أكيد ننتظركم وننتظر اتصالاتكم واتصال يا حصة لازم نأخذه ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ معك سند. سند سند كم عمرك؟ عمري 12. ما عاش العمر كله إن شاء الله وشنو حاب تصير يوم تكبر يا سند؟ إن شاء الله طبيب. طبيب ما شاء الله طبيب شنو؟ أسنان. طبيب أسنان ليش اخترت إنك تكبر وتصير طبيب أسنان؟ ها تحب هالمجال مجال طب الأسنان؟ إيه. إنزين كم مرة تفرش أسنانك في اليوم يا سند؟ مرتين. شرايتي يا حصة؟ لا لا يا سند يجب أن يكونوا 3 أو 4 وخصوصا بعد الحلويات. أوكي. تأكل حلويات وايد يا سند؟ لا. كم حبة في اليوم تقريبا؟ باكيت واحد. يعني حبة واحدة صح؟ يا سلام عليك يا سند. زين يا سند قل لي شنو الأشياء اللي سويتها وتعلمتها وانت قاعد في البيت؟ أساعد أمي. يا سلام. أحسن. في شنو تساعدها؟ في كل شيء. كل شيء. يا سلام يعني غرفتك مرتبة ترتب غرفتك بروحك؟ إيه. يا سلام يعني دائما نحافظ على المكان ونخليه نظيف يا سند يلا يا سند قل لنا شنو حاب تسمعنا؟ ها؟ ولا شيء. ما يصير ولا شيء يا سند. لازم تسمعنا شيء عشان نقدر نسألك ونعطيك السؤال وتفوز معانا. ها؟
نشيدة، قرآن، شيء تعلمته في المدرسة؟ شيء تعلمته في المدرسة. يلا سمعنا. هيا. عن التهور. عن التهور ما شاء الله، يلا سمعنا. أحسنت، هيا. تمهل فديتك فوق الطريق، فإن التهور يدنا الأجل، ولا تتعجل وصول المرارة، فقد تتأخر أو لا تصل. وتمهل وفكر بحق الطريق، ونفذ أوامر خير الرسل. يا سلام. وتمهل وفكر بحق مشاهد حيارة، فمعظمهم قائصة واجل. يا سلام عليك يا سند. حلو، الحين نقدر نسألك ونعطيك السؤال وتفوز معانا، بس بعطيك عجلة الحظ حصة. يلا خذي العجلة انت. هيا هيا هيا. عشان سند. يلا هيا يا عجلة، تحركي. جيم زين، هل تعرف هذه اللعبة يا سند؟ ما هي؟ أنا سأخبرك. هيا سنعطيك جواب، وعليك أنت أن تضع السؤال لهذا الجواب. حسنا. يلا حسنا، هيا نشوف مع بعض شنو الجواب اللي بيطلع لنا. وجوابك يا سند نيودل هي. شنو ممكن يكون السؤال؟ هيا هيا. تعرف وين؟ سهل جدا. تعرف وين نيودل هي يا سند؟ بالهند. في الهند. صحيح. شنو ممكن يكون السؤال؟ لا، ما هي عاصمة الهند؟ ما هي عاصمة الهند؟ إجابتك يا سلام على طول. ما هي عاصمة الهند؟ ويا سند إجابتك شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا سند، ما شاء الله عليك دكتور الأسنان سند. جاوب إجابة صحيحة، وعاصمة الهند هي نيو دلهي، وكان سؤال سهل يا حصة. صح؟ جدا جدا سهل. دائما احنا نقول لكم أصدقائنا اتصلوا علينا والأسئلة سهلة. يلا يا حصة خذي الاتصال. هيا. ألو، السلام عليكم. ألو، أهلا، مين معي؟ المايدة. المايدة؟ المايدة؟ نعم. ما شاء الله. أحسنتي. أهلا أهلا يا المايدة. المايدة كم عمرك؟ ثمانية. ثمانية، وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ ها المايدة شنو تبين؟ الحيوانات. شنو؟ دكتورة الحيوانات. دكتورة الحيوانات. دكتورة بيطرية. ايه شكلها تحب الحيوانات وايد. تحبين الحيوانات وايد يا المايدة؟ نعم. عندك حيوانات في البيت؟ لا ما عندك. زين شنو نوع الحيوان اللي تبينه يكون معك في البيت؟ عصفور مثلا، ولا ارنب، ولا سلحفاة؟ أرنب. يا سلام. إن شاء الله تشترين أرنب. بس إذا مثلا خليتي أرنب وخليتي عندك في البيت، شنو لازم تسوين عشان يعني يعيش ويكون بصحة؟ ها تأكلينه صح؟ أكله وشربه. تأكلينه وسبحينه وتهتمين فيه. يا سلام، إن شاء الله تكبرين تصيرين دكتورة بيطرية دام تحبين الحيوانات. إنزين يا المايدة، ها حصة تبين تسمعين شيء؟ أكيد. يلا أنا بعد يا المايدة نبي نسمع منك شيء، شنو بتسمعينه؟ قرآن. يلا تفضلي. أحد، قل الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. يعطيك العافية المايدة. والحين راح ناخذ لك عجلة الحظ. حصة هالمرة أنا باخذ العجلة. أي أنا باخذها ونشوف عجلة الحظ شنو راح تختار حق المايدة. وبتطلع لنا العجلة الحين يا المايدة ونشوف العجلة شنو راح تختار. يلا يا العجلة اختاري حق المايدة لعبة حلوة وسهلة. والعجلة اختارت لك أكمل الصورة يا المايدة. عندك تلفزيون الحين؟ يلا يا المايدة شوفينا من التلفزيون، والحين راح تطلع لك صورة نبيك توصلين الحروف بالأرقام. جاهزة؟
سهلة. يلا نشوف مع بعض صورة، والصورة هذه هي. يلا وصلي لنا الحروف بالأرقام يا المايدة. هيا هيا. يلا يا المايدة بدأ الوقت. باء مع ألف. باء مع ألف. ألف. نشوف. رقم واحد. باء مع واحد يعني صحيح. حلو. يلا وبعد. ها. هيا. واحد مع شنو؟ ألف. جيم مع أربعة. جيم مع أربعة. حلو نشوف جيم مع أربعة. يا سلام. يا سلام. ها ألف مع شنو؟ هيا. ها يا المايدة يلا. هيا هيا. ها؟ اثنينة. ألف مع اثنينة. حلو. صحيح. ودال مع شنو؟ ثلاثة. دال مع ثلاثة. يا سلام. شنو طلع لك يا المايدة؟ بطريق. البطريق. يا سلام. واكيد يا المايدة اجابتك. لحظة خلينا نسمع الصفقة. نسمعي نسمع الصفقة. نسمع التشجيع. يا سلام على هالتشجيع. شنو اجابتها يا حصة؟ اكيد اكيد صحيحة. يا سلام. شكرا لك يا المايدة. وعلى طول يا حصة خلينا نشوف أصدقائنا اللي انضموا معنا لنادي ساعة مرح اليوم الخميس. يلا نشوف الصور يا حصة. هيا هيا هيا. يلا نشوف من انضم معنا اليوم لنادي ساعة مرح. يا سلام صديقتنا ذهب. شنو تحب؟ القراءة. حب سنتي. القراءة ما شاء الله عليها. وصديقتنا رتاج أسامة شنو تحب؟ الرسم. ما شاء الله عليها. سلام. ونشوف صديقتنا روان شنو تحب؟ يا سلام العزف على البيانو. لازم تصور لنا وهي تعزف وترسل لنا روان. ننتظرها احنا. وبعد نشوف منو صديقتنا فاطمة أحمد شنو تحب؟ قراءة القصص. قراءة القصص ما شاء الله عليها. ونشوف بعد منو من أصدقائنا صديقتنا لارا حمدوش شنو تحب؟ يا سلام العزف على الكمان. حتى لارا لازم تصور لنا وترسل لنا. ونشوف منو معانا بعد أصدقائنا مريم ويوسف شنو يحبون؟ السباحة وكرة القدم. شكرا لكل الأصدقاء اللي انضموا معانا اليوم واللي انضموا معانا طيلة هذا الأسبوع. وشكرا لكل الأصدقاء اللي اتصلوا علينا. احنا وياكم إن شاء الله راح نكون من الأسبوع الجاي من الأحد للخميس. ننتظركم أكيد وننتظر مشاركاتكم وننتظر كل اتصالاتكم اليوم الخميس والجمعة والسبت. اهتموا في نفسكم وحافظوا دائما على صحتكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية. شو تقولين يا حصة؟ إلى اللقاء ونراكم في الأسبوع القادم. نشوفكم الأسبوع الجاي في ساعة جديدة من المرح. ومع السلامة.